في ما يتعلق بملكية الأرض من طرف النساء على الاستغلال وأحسن استغلال للأرض للإنتاج الفلاحي ولبعث مشاريع وإنجاح مشاريع في المجال الفلاحي. هذه ريناها، ولكن رغم هالوعي هذا اللي حسيناه مازلنا بعاد على اللي يوليو صفة معناها عادية وقت اللي فما حالة معناها إرث، معناها بعد وفاة الوالدين وفما تركة، معناها تكون القسمة بصفة طبيعية والبنات ياخذوا حقهم في التركة هذيك وياخذوا زادة قطعات باهيين معناها صالحة للزراعة، ماهيش محجرة، فيها الماء قريبة الكياس وغير ذلك. هذه مازلنا بعد عليها، واحنا قاعدين نخدموا باش نوصلوا لها. ونعرفوا راهو تغيير العقلية وتغيير السلوك، خاصة كي فما ديزانتيغي معناها بيرسونيل، معناها شخصية، معناها فما معناها الأولاد هي في مصلحتهم، بالنسبة لهم مصلحتهم ياخذوا أكثر ما يمكن من الإرث. بالطبيعة ما ماشي باش يعطيوا بسهولة وباش يسلموا بسهولة في هالعادة اللي عندنا، العادة اللي هي تحرم أنساء من حقهم. هما عنده هو حق ولكن مقبول، معناها حرمانهم من هذا الحق حاجة مقبولة ومتعاملوا بها، ورجال تساعدهم، برشا رجال تساعدهم. فما شكون يقول لك لا، معناها لازم ياخذوا خواتي ياخذوا حقهم. احنا نخدموا على هالمجال هدايا، معناها التوعية تغيير العقلية والوصول إلى تغيير السلوك، وتغيير السلوك حتى عند المرأة اللي هي تحشم ولا تخاف ولا ما تحبش طالب بحقها. أما زاد الحاجة الأخرى اللي ريناها عبر معناها العمل الميداني وقاوها نساء، معناها الوسيطات اللي قاعدين يخدموا معناها مع النساء في الأرياف، اللي وقت اللي فما تشجيعات، فما تمويل، فما معناها الوصول إلى الموارد خاصة التمويل والتشجيعات المادية من بذور وغيرها، ويراوها اللي معناها مفروض عليهم يكون عندهم أرض يستغلوا فيها على ملكهم ولا كارينها ولا عندهم عقد استغلال فيها، باش يجموا يخلطوا ياخذوا هيك الامتيازات هذيك. كيف يبداو يراو الوضعيات هذيا ويراو خاصة وضعيات نساء عندهم أرض ومشاو وخذاو أما قرض معناها بلاش انتريس، ولا خذاو معناها هيبة، ولا خذاو تشجيعات كما قلنا معناها من وزارة المرأة ولا من الفلاحة وغيرها. كي راو وضعيات كيما هكا ويراو كيفاش هاك المرأة استغلت الأرض نتاعها واستثمرت فيها وعملت فيها مشروع، يوليو هما يتشجعوا ويوليو يطالبوا ويشدوا صحيح في الحق نتاعها. والوسيطات معناها كيف يتصلوا بهم يجموا يعاونوهم باش ما يخلطوش للقضاء وياخذوا حقهم. هذم هالحالات الوضعيات هذه الإيجابية اللي فيها تجارب إيجابية هام جدا كي نعرفوا بها. احنا اليوم في هالشريط هذايا عرفنا تجربة حلوة معناها من طرف معناها والد فلاح اللي أعطاه في حياته قسم ملكه لصغيرات أراضيه، وكورينا كيفاش بنته تبارك الله على التراكتور والفزق، وهو يعترف يقول معناها عندها دور كبير بنته معناها في العائلة في الإنتاج في معناها الجانب الاقتصادي والكل. تجربة كما هكا كيف يراوها نساء أخرين، كي يراوها رجال أخرين تشجعهم. كجمعيات احنا نقوموا به ونحب نقوموا به، ولكن إمكانياتنا احنا ديما محدودة نقوموا به ونعطيه احنا أمثلة نجاحات معناها وتمشي كيفاش يوصل النجاحات. أمام المفروض
المؤسسات الحكومية هي اللي تقوم به. الوزارات، وزارة الفلاحة عن طريق الإرشاد، عندها معناها المرشدات والمرشدين، عندها معناها الفنيين، وكل هذوما عندك وزارة المرأة، وزارة الشؤون الاجتماعية، هذوما يجموا معناها يلعبوا دور هام كبير وأشمل معناها شامل، يشمل معناها كل أنحاء البلاد وكل الشرائح. احنا إلا معناها التدخل متاعنا يقعد ديما تدخل محدود.